انا شايف ان حد الاعفاء اللي صدرناه للناس ان احنا هنعمل 7000 بزياده 3000 كلفه الموازنه 3.2 مليار دولار مليار جنيه انا اسف. انا شايف ان ده حد اعفاء وهمي، ولان حضرتك انت لو بصيتي الموضوع هتلاقي فيه فجوه كبيره جدا ما بين اللي بيتقال واحساس المواطن العادي في الشارع. طب الفجوه دي سببها ايه؟ ده المواطن فعلا مش عارفه، وده اللي دايما بيلعبوا عليه في الحته دي. يعني بيلعب على ايه؟ على الضريبه غير المباشره، حاجه اسمها الضريبه غير المباشره. هو بيوفر لك 3 مليار جنيه في الضريبه المباشره، وياخد منك ضريبه غير مباشره تصل ل 15 16 مليار. وبالتالي هو يكون لما بيعوز ينشر ينشر ما تم اصداره من القانون بيتكلم على الحته دي بس. عايزين بس نوضح ايه الفرق بين الضريبه المباشره والضريبه غير المباشره. الضريبه المباشره هي الضريبه اللي انا باخدها من حضرتك على الدخل بتاعك، يعني حضرتك المنبع كده. يعني حضرتك خدت مرتبك 20000 جنيه، ببدا اشوف الشريحه بتاعت حضرتك واخد عليها ضريبه. دي ضريبه مباشره. دي ضريبه مباشره. الضريبه غير المباشره هي اللي انا باخدها منك زي ضريبه المبيعات وزي الجمارك. انا شايف ان اعفاء ضريبي لازم، انا شايف ان لازم يكون من الضريبه المباشره والغير مباشره. احنا بنروج بنوضح ان الاعفاء الضريبي من الضريبه المباشره. طب الضريبه غير المباشره، مع العلم حاجه مهمه جدا عايز اقولها، الضريبه غير المباشره زي ضريبه المبيعات بيدفعها اللي بيشتغل واللي ما بيشتغلش، العاطل والذي يعمل. يعني ضرائب المبيعات اقصى بكتير جدا من الضريبه على الدخل. يعني انا بيجيني دخل، انت خدت مني زياده قليله، انا جاي لي دخل متضايق شويه صح. لكن انت حضرتك اللي ما بيشتغلش ما بتديهوش عين البطاله، وفي نفس الوقت انت عمال تحمل عليه ضرائب مبيعات. فضرائب المبيعات بتحملها الغني والفقير، العاطل واللي بيشتغل. فدي المشكله. احنا عايزين نقول ان في حد ادنى دوت لازم يكون من الضريبه المباشره والغير مباشره. ما توفرليش في الضريبه المباشره وتقول انت اثقلت عليا في الموازنه العامه سنه 2014 ب 3.5 مليار. ما هو وسع الشرايح، مع توسيع الشرايح مع الحد الاعفاء الثلاثه عمل 3.4 مليار. في المقابل هو اعتمد على ضرائب المبيعات اللي هي الضريبه الغير مباشره وضرائب الجمارك اللي هو زودها برده من كام شهر عشان خلاها ان يكون على الضريبه المباشره وغير المباشره، يرفع شويه من حجم الضغط على الموازنه. ده رد يا فندم ليه المواطن الطبيعي في الشارع مش حاسس باللي هم بيقولوه؟ ليه في فجوه كبيره جدا بين اللي انت بتعلنه واللي انا حاسس بيه في الشارع؟ لان انا حضرتك لو ما بشتغلش بنزل اشتري موادي واجور موادي وكل حاجتي وكل مستلزماتي بدفع عليها ضريبه مبيعات حتى لو انا معيش. وبالتالي دي اكذوبه. دي اكذوبه موضوع. دي اكذوبه، اكذوبه ان انت عندك حد ادنى للاجور، دي اكذوبه. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه لا يتناسب مع الحد الادنى للاجور الطبيعي اللي اقرت بيه المحكمه الاداريه اللي قالت 1200 جنيه في الشهر، انت خليتها 1000. يعني كمان انت ما التزمتش بالحد الادنى للاجور اللي اعلنته المحكمه.